وهاتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله في عليائه كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. مع الدرس السابع من دروس أحكام التجويد، ومع الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإقلاب. هذه الأمثلة في المرة الماضية، وقلنا بأن الإدغام بغنى يسمى إدغاما ناقصا لذهاب النون وبقاء صفتها وهي الغنى، أما الإدغام بغير غنى فيسمى إدغام كاملا لذهاب النون الساكنة وذهاب صفتها وهي الغنى. نبدأ إن شاء الله تعالى مع الحكم الثالث وهو حكم الإقلاب. يقول الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى: والثالث الإقلاب عند الباء، الثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة لدى الإخفاء، ميما بغنة مع الإخفاء. الحكم الثالث حكم الإقلاب. ما معنى الإقلاب؟ الإقلاب لغة تحويل الشيء إلى شيء آخر، تحويل شيء إلى شيء آخر، يعني أحول مثلا هذا إلى شيء آخر. نعم، هذا هو القلب، أقلبه أغيره. يبقى لغة، أي عند علماء اللغة، تحويل الشيء إلى شيء آخر. أحول مثلا الذهب إلى شيء آخر، أحول القماش إلى ملابس، إلى ملابس، أحول كذا إلى كذا. نعم، هذا هو القلب، أغيره. عند علماء التجويد أي اصطلاحا، ما هو؟ ها؟ هو تحويل النون الساكنة والتنوين. نعم، تحويل النون الساكنة والتنوين معي عند الباء، أي عندما تلتقي النون الساكنة والتنوين عند الباء ميما خالصة، ميما خالصة. يبقى إذا أنا النون أحولها ميم، ولذلك تجدها في القرآن الكريم هكذا، نون عليها ميم هكذا. يعني هو يقول لي انطق هذه النون ميم، إذا تتحول إلى حرف آخر. يبقى تحويل النون الساكنة والتنوين عند الباء ميما خالصة، أي حرفا آخر. معنى شايف؟ ولكن انتبه، ميما خالصة يقول مع الإخفاء، مع الغنة والإخفاء، أي لابد معي من الغنة، لابد عندي أن يكون معي غنة. يبقى القلب مع الغنة. ميم خالصة أم لا؟ هو يقول ميما أي بإطباق الشفتين إطباقا خفيفا، مثل ما يقول أم، ولكن لابد أن يكون معها غنة، وهذه الميم مخفاة أي لا تظهر عندي، لا تظهر. ما الذي يظهر عندي؟ الغنة. ما الذي يظهر عندي؟ الغنة. قلنا قبل ذلك أن النون الساكنة التنوين، النون الساكنة تأتي من كلمة ومن كلمتين، النون الساكنة من كلمة ومن كلمتين وكلمتين. تعال نضرب الأمثلة حتى وبالمثال يتضح المقال أو يتضح القول. النون الساكنة من كلمة ومن كلمتين، والتنوين، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين،
معي يا شيخ؟ عند الباء، أنا قلت النون الساكنة عند الباء، أي إذا التحق مع الباء. انتبه لأننا سنجدها في القرآن الكريم هكذا. في كلمة واحدة مثل أنبئهم. أم نون ساكنة، بعدها باء. أنبئهم، الهمزة والهاء والميم. تجد النون هكذا. من أنباء ما قد سبق، أنباء ها نعم، هنا مد متصل. يبقى إذا جمعة تجد النون الساكنة إذا جاء بعدها باء مكتوب عليها ميم، هو ينبهك لهذا، يقول يا حسين انطق هذه النون ميم، ولكن ميم مخفاة. ليس هناك بعض الناس يفتح الفم لماذا تفتح الفم؟ اطبخ الفم اطباقا خفيفا، ليس اطباقا شديدا، ليس كز لا، تصير ميم مشددة. لا، وليس بهم باء باء ما قد سبق. انتبهوا، هناك اناس يقعون في خطأ كبير عند النطق بالإخلال او بهذه الميم المخفاة. نعم، يبقى هي ميما خالصة، ويميم خالصة باخ الشفتين باخا خفيفا، ويكون معها الغنة. من كلمتين مثل من بعد وتجد غير النون يا حسين مكتوب عليها ميم في القرآن الكريم. أنت إذا وجدت الميم هكذا في المصحف اقلب هذه النون إلى ميم مخفاة. من بعد ليس من وليس ما لا وليس من بعد معي يا شيخ؟ من كلمتين. إن الله سميع بصير، سميع وتجد التنوين أيضا، تجد التنوين في المصحف يضع لك الحركة الأولى والثانية يجعلها ميم. انتبه لهذا جيدا، يعني سميع ضمتين. ماذا يكتبها يا حسين؟ يكتبها كذا، الضمة الثانية هذه يجعلها ميم، وإذا كانت كسرة يجعلها كسرة وميما فوقها، إذا كانت فتحة يجعلها فتحة تحتها. بمعنى أنه يقول لك أن هذا التنوين يكون نون، يكون ميم، يكون ميم. معي يا شيخ؟ سميع بصير. الغنة كما هي، الغنة بمقدار حركتين، الغنة بمقدار كما كان معنا في الإدغام. يبقى نقولها، انطق مثلا سراج. أنبئهم. ها حسين. أنبئ. ها انطق. أنبئ. ها سيدنا جمعة. من بعد. هذا الذي أحذر منه، لا تكز الشفتين. ليس من، ليس من، لا. من بعد. أي نعم، اجعل الإطباق خفيف. لا هكذا، لا تجعلها هكذا، أنا أريدها خفيف. نعم. الشفتين يوضع، تضع الأعلى فوق الأسفل فقط. من أم
ليس أم لا أنبئهم أنباء من بعد سميع سميع معي شيخ؟ ها كيف؟ ها؟ من بعد جيد سراج جيد ها؟ جمعة مرة أخرى ها؟ من بعد أي نعم أنا أريدها خفيفة ها كذا من بعد من بعد من بعد جيد والغنى معي كما قلت بمقدار حركتين هذا خفيف ننتقل إلى الحكم الرابع سريعا لأنه طويل بعض الشيء هو حكم الإخفاء والإخفاء أيضا مع الغنى حكم الرابع وحكم الإخفاء أخذنا للإظهار ستة أحرف معي يا شيخ؟ نعم وأخذنا للإدغام كم؟ ستة وأخذنا للإقلاب كم؟ واحد كم هذا؟ ثلاثة عشر من 28 يتبقى عندي؟ 13 15 من 28 يتبقى عندي كم؟ 15 نعم معي مشايخ؟ نعم يبقى 15 حرفا هي حروف الإخفاء ولذلك يقول الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى والرابع الإخفاء عند الفاضلي الحروف الباقية التي فضلت والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي في خمسة من بعد عشر رمزها يبقى خمسة من بعد عشر خمس عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمع دم طيبا دم طيبا زد في تقى تقى ضع ظالما ظالما كم عندي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنين عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر نأخذ أول حرف من كل كلمة أولا ما هو الإخفاء لغة؟ الستر نعم الستر هذه التباشير يا حسين إذا وضعتها في جيبي قد سترتها قد أخفيتها عنكم قد أخفيتها فسترتها عن عيونكم ها نعم فالإخفاء نخفي النون الساكنة والتنوين عند أي حرف من هذه الحروف فأنا أسترها في الحرف الذي بعدها أو خلف الحرف الذي بعدها ها نعم ولكن لا تظهر منها أو لا يظهر منها إلا الصفة وهي الغنة صفة النون الغنة صفة النون والتنوين الغنة فهي تخفى في الحرف الذي بعدها ولا يظهر منها إلا الغنة فقط لا غير نعم فلغة الستر اصطلاحا عند علماء التجويد ها الإخفاء هو حالة وسط بين الإظهار والإدغام أو هو إخفاء النون الساكنة التنوين عند هذه الأحرف الخمس عشر نعم مع الغنة يبقى هو حالة وسط بين الإظهار والإدغام أو هو إخفاء أو ستر النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها أو بعده أحد هذه الأحرف أحد هذه الأحرف معي شيء؟ معي سيدنا جمعة؟ نعم نعم
يبقى إذا المستجاب إذا جاءت وإذا جاء بعدها أحد هذه الأحرف تخفى. قلنا قبل ذلك أن الأصل الإظهار، الأصل في الأحكام الإظهار، الأصل في النون الساكنة أن تظهر، الأصل في النون الساكنة أن تظهر. إذا إذا كان عندي إدغام أو قلب أو إخفاء فهناك سبب، هناك سبب للإدغام تكلمنا عنه، إما تماثل إما تجانس وإما تقارب. سبب القلب لم نذكره، القلب له سبب، القلب النون الساكنة تنوين عند الباء له سبب. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أن القلب ليس حرف قريب من النون الساكنة والتنوين فيدغم، يبقى ليس قريب فيدغم، ولكنه حرف بعيد عن النون الساكنة والتنوين. نعم، وليس من حروف الحلق حتى يظهر. نعم، وليس حلقيا حتى يظهر، اي ليس بعيد، ليس شديد البعد، هو بعيد ولكن ليس شديد البعد كحروف الحلقة، وليس قريب كحروف الإدغام. فيظهر. اذا ليس هكذا وليس هكذا، اذا يقلب حرفا اخر. لماذا يقلب ميم؟ يبقى سؤال هنا، لماذا نقلب النون ساكنة والتنوين عند الباء ميما؟ لماذا لم تقلب أي حرف آخر؟ لماذا الميم يا جوع؟ ها، أحد يفكر معي، لماذا؟ لأن الباء والميم يخرجان من حرف واحد، من مخرج واحد، من مخرج واحد، من مخرج وهو مخرج الشفتين، نقول أم أب، أم أب، أم أب، مخرج واحد، فهما متجانسين، فهما متجانسين. يبقى إذا لماذا تقلب النون الساكنة والتنوين ميم عند الباء؟ ها، لأن الميم والباء من مخرج واحد فهما متجانسان. معي سيدنا حسين، ها، رضي الله عن حسين بن علي. طيب الإخفاء أيضا فرع ليس أصل، قلنا الأصل الإظهار. ما سبب الإخفاء؟ أيضا الإخفاء لا هو قريب، حروفه ليست قريبة وليست بعيدة، بل هي حالة وسط، حالة كما قلنا حالة وسط بين الإظهار والإدغام. ولكن هل كل حروف الإخفاء في مرتبة واحدة؟ يعني عندي 15 حرفا، هل كل 15 حرفا هذه في مرتبة في مرحلة واحدة؟ لا. ليس. ولذلك الإخفاء عندي له ثلاثة مراحل. انتبهوا، أنا لماذا أقول هذا قبل أن نطبق؟ فإذا أردنا أن نطبق الحروف، نعم، أو تطبيق على الكلمات القرآنية، ننتبه لهذا جيدا. فأنا لابد أن نذكر هذا أولا. انتبه يا سيدنا جمعة، لا تشغل بالك بالذي تشغل نفسك به. انتبه معي، أهم شيء اتركها، نغلق هذا هذه الكاميرا حتى تستريح. طيب انت لماذا مشغول بها؟ قلنا ان الاخفاء له مراتب، يبقى مراتب الاخفاء. عندي للحروف الإخفاء هذه ثلاث مراتب، ثلاث مراتب، يبقى ثلاث مراتب. أول مرتبة وهي
تسمى الأقوى، يعني مرتبة الإخفاء القوية. ها، يبقى المرتبة الأقوى المرتبة أو الإخفاء الأقوى. اثنان، الإخفاء الوسط. ثلاثة، الإخفاء الأدنى القليل. إخفاء قليل، هذا إخفاء قوي، النون تخفى تماما. الإخفاء الأقوى يعني النون تخفى تماما، النون والتنوين يخفيان تماما تماما، لم يبقى منهم شيء إلا الغنم. معي مولانا؟ جيد. الحالة الوسط عند بقية الحروف وسط، لا هي مخفاة تماما ولا هي تكاد تظهر. الإخفاء الأدنى هنا النون الساكنة والتنوين تكاد تظهر، أي إخفاء ضعيف، أي إخفاء ضعيف. هل الغنة معهم واحدة؟ نعم الغنة واحدة، أن الغنة كما قلت هي بمقدار حركتين، بمقدار إيه؟ الغنة بمقدار حركتين في كل المراتب، الغنة واحدة في أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة، أحكام النون الساكنة، أحكام النون والميم المشددتين، في كل حكم فيه غنة الغنة واحدة بمقدار إيه؟ حركتين. ولكن قد تكون الغنة شديدة، قد تكون الغنة وسط، قد تكون الغنة ضعيفة، حسب الحرف، حسب الحرف. يعني مثلا الغنة في الحرف المشدد أقوى. إن الذين، ها، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الغنة هنا قوية. ها معي؟ قد تكون الغنة أقل قليلا، مثل من نعمة، مثل نعم لا لا، هذه المرحلة الثالثة. من نعمة، من مال وبنين. نعم، قد تكون أقل قليلا، من وال، ومن يعمل. قد تكون أقل قليلا عند الإخفاء، عند الإخفاء أيضا. يبقى المرحلة الرابعة عند الإخفاء، أو المرتبة الرابعة من مراتب الغنة عند حروف الإخفاء. المرتبة التي بعدها النون الساكنة في حالة الإظهار، من غل، من غل، من خير، مع أن النون تظهر من خير ولكن فيها غنة، ولكنها غنة ضعيفة، ليست كمثل المشدد ولا المدغم التام والمدغم الناقص. معي يا شيخ؟ انتبهوا. وأيضا النون المفتوحة أو النون المحركة فيها غنة، ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، ينا ينا نا نا، معي غنة، ينا، ولكن هي غنة ضعيفة جدا. ها نعم؟ نعم. فالغنة أيضا لها مراتب، مراتب الغنة. واحد المشدد، اثنين المدغم التام عند أي النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة عند النون والميم. عندما نريد أن ندغم النون الساكنة في النون، من نعم، عندما أريد أن ندغم النون الساكنة في الميم، من مال وبنين، عندما أدغم الميم في الميم. نعم طبعا ليه؟ نعم كذلك. نعم الثالث المدغم الناقص، وهو عند الواو والياء، من وال، من يعمل. معنى شايف؟ عندي الإخفاء في حالة الإخفاء، المرتبة التي بعدها، بعد ذلك النون الساكنة في حالة الإظهار، والتنوين والنون والميم أيضا،
الساكنة في حالة الإظهار. الإظهار. الرابعة النون والميم المحركتين، النون المحركة المتحركة والميم المتحركة، النون المتحركة وكذلك الميم. معي يا شيخ؟ يبقى احفظوا هذه سنطبقها. نعم؟ يبقى عندي إخفاء قوي، النون تخفى تماما، حالة وسط. إخفاء ضعيف تكاد النون تظهر. طب الإخفاء القوي عند من؟ عند حروف ماذا؟ ها؟ عند ثلاثة حروف احفظوها: الطاء، التاء، الثاء. وهم يخرجون من مخرج واحد، والطاء والتاء والدال، معذرة، الدال. الدال. والطاء والتاء والدال منه ومن عليا الثنايا. يبقى الطاء والتاء والدال. هذه يكون الإخفاء عندها قوي. ها؟ تكاد النون تدغم. تكاد النون. هنا تكاد النون تدغم. تكاد النون تدغم. هذا الكلام مهم جدا. طيب نحن إخفاء ضعيف عند حرفين الكاف والقاف. الكاف والقاف. يبقى عندي ثلاثة أحرف إخفاء قوي، عندي حرفين إخفاء ضعيف، وبقية الحروف وهي عشرة حروف ها إخفاء وسط. وسط. نكتفي عند هذا القدر. نذكر بعد ذلك إن شاء الله الأمثلة وما يترتب عليه بإذن الله تعالى. قل قبل هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم.